السلام عليكم، صباح الربح ان شاء الله. يا ربي عليكم كامل، ترجعت وان شاء الله راكم كامل بخير. نروحوا للكوزينه كالعاده ونديروا كافيار دو بيرجين. هذا البيتنجال يجي بنين وخفيف وبنه السيترون، انا نموت عليه. الوغ عندنا تحكمي 3 حبات بيتنجال، تنقيهم تفوريهم، ديري لهم غير شويه ملح، ومن بعد كي طيبوا تحطيهم فان سالادي وغير بالفرشيطة تهرسيهم. نحطو 4 سنينات ثوم، زوج بويض تاع الفرماج بلون، عصير تاع حبة ليمون، وثلاثة مغارف تاع ماكلة طحينة، معدنوس واحد 3 أو 4 مغارف، شوية ملح وفلفل كحل، ونديرو زيت زيتون وتخلطيهم كامل. الملح على حسب الذوق، تقدري في هذه الوصفة تستغني عنه نهائيا، خاصة صحاب الغيجيم واللي عندهم لاتونسيون. واش هي؟ انا يا مرات كي يكونوا عندي ريزيبي سادو تاع الليمون والفلفل نزيد له يعطي له مذاق مميز. هذا هو اقتراح تاعي تاع اليوم، ونقول لكم صحة فطوركم وربي يلاقينا في ساعة الخير. تقبل الله صيام الجميع، في امان الله.